انا من يوم ما دخلت الجيم وانا ما بعرفش اتمرن غير في اني اوصل للفشل العضلي دايما دايما في كل عداتي في كل مجاميعي في كل تماريني. فالموضوع بقى عندي اوتو بايلوت، انا رايح عادي الجيم، عادي دكتور، انا عادي. رايح الجيم والله واخد الصوديوم بتاعي والميه بتاعتي والكارب بتاعي ونومي مظبوط، هوصل للفيلير. رايح ومش عامل حاجه من دي هوصل للفيلير. انا خلاص الموضوع بقى عندي اوتو بايلوت، دماغي متسيستمه على ان انا ما اعرفش العب حاجات لايت كده او مودريت مثلا، لا انا لازم احرق نفسي. فانا اتصبت هو كم مره في حياتي؟ انا اتصبت كتير في السنتين، انا بقالي سنتين بس في المجال، انا يمكن اكتر واحد والله لو عملنا موسوعه جينيس انا هاخد الموسوعه دي يعني وش، يعني اكتر حد اتصف في السنتين دول يعني. فليه؟ علشان انا مش عارف، مش عارف، انا رافض ان انا ادابت او ان انا اغير، لان انا يعني اتعودت على طريقه التمرين دي ومش عارف اغيرها. بس حاليا شغال على الموضوع ده بشكل كويس جدا يعني. فانا بقول الكلام ده عشان اظن في ناس كتير هتريليت للموضوع ده، هم ما بيعرفوش يتمرنوا غير كده. انا يذبح نفسي ما اتمرنش. ده حقيقي. انا كنت بتكلم مع زياد في النقطه دي، كنا يعني بنختلف في النقطه دي، ان احنا الناس اللي بنشوفها في الجيمات هم بيتمرنوا للفيلير اكتر، ولا هم بيتمرنوا اشكال كتيره، ولا اللي بتاع. قلت له لا، لا كده ولا كده، هم بيتمرنوا الاثنين. يعني هو بالظبط بيتمرن للفيلير واشكال كتيره. يعني احنا هو ده بنختلف في كله، هم الفوليوم بانش والشده، تشيسرز، هم الناس احنا اللي انا بنتخانق في بسميهم الفوليوم، بانش تشيسرز. احنا بنتخانق في الفوليوم والشده. لا هم ما بيزعلوش حد، هم واخدين الفوليوم والشده. فاهم قصدي؟ يعني هم بيطبقوا، انت بتحب الفوليوم هات فوليوم كتير، انت بتحب الشده هات شده كتير، انت اذا فيك فريكونسي اضرب. فيعني فبالتالي القصه ديت او المنتاليتي دي انا بتعامل معاها كتير جدا. وعلشان اغيرها، انا بقول لك انا حتى ذات نفسي المنتاليتي بتاعتي عشان اغيرها خدت مني فتره، او خدت مني تجربه ترايل اند ايرور، تجربه غلطت قلت لا لازم انا اغير المنتاليتي بتاعتي، ارجع كده خطوتين ورا اشوف انا غلطت في ايه وانا عملت ايه. فاول خطوه انت عملتها صح، انت عرفت مشكلتك فين. اه انا مشكلتي المنتال بتقول لي ان انا اعمل كذا 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 كذا. انا بيجي لي ده كتير جدا جدا فوق ما انت متخيل، بس بالشكل اللي انا بقول لي زياد عليه، اللي هو بيجي انت مديني بريس بالدمبل انكلاين وبريس مش عارف ايه وفلاي. ده انا كنت بروح الجيم يا باشا اضرب ست سبع اشكال. اه والله. وفي واحد من اول شهر هو ما رضيش يطبق، قال لي لا انت هتضيع لي عضلاتي. طب سلام خلي عليكم. خمس دقايق كمان يا كابتن. اه قلت له خلاص انا كنت شايف انت عضلاتك وانت عارف تدير عضلاتك جت لي ليه. فهي دي نفس القصه. فهي انت الشخص يعني، عشان كده التدريب الاونلاين الجزء اللي منتال فيه اكتر جدا من ان انت تحط خطه وترمي له البتاع وهو يطبق. لا هو وهو بيطبق لازم يبقى مقتنع الحاجه بيطبقها دي ان هي صح، يا اما مهما قعدت تعمل فيه هو مش هيتحسن عليه. هتقول لي ازاي؟ اصل هو مش دواء، التمرين مش دواء. فاهم قصدي؟ مش هتاخده مثلا وانت مش مقتنع بالحبايه دي فهتشتغل معاك. لا ده حتى الدواء عملنا عليه بلاسيبو. يعني انت لو اديت واحد حبايه فيتامين وقلت له دي مسكن، هيتسكن له المه. فاهم قصدي؟ التمرين مش كده. ايوه التمرين لازم تقنعه بان الحاجه دي. علشان كده جزء الرياليستيك والفلكسبيليتي والادهيرنس والاستمتاع، الاستمتاع بالتمرين اسمها ايه؟ الانجويمنت. اه الانجويمنت بالتمرين جزء مهم جدا جدا جدا. انت كمدرب، كنت انا باجي في الاول اول ما بدات التدريب الاونلاين كنت بحاول ان انا افرض رايي بنسبه 200% اللي هو ايه، لا انت مش هتتمرن غير الاشكال اللي انا قلت عليها. جيت بعد فتره لقيت ان الاديرنس بتاع اللعيبه والفلكسبيتي بتاعتهم في التمرين خلاص وقعت مني. عرفت بقى، ابتديت ان انا لا طيب انت ايه مشكلتك؟ لا يا كابتن انا الدنابل عندي مثلا كذا او بتاع، عايز ادخل انكلاين شيست بريس. عارف لما دخلت له مجموعتين انكلاين شيست بريس عمل، لا مؤاخذه يعني والله ما قصدي الكلمه، عامل زي الله ده التمرين ده جميل جدا، الجدول ده رائع يا ابني، ده انا حطيت لك مجموعتين انكلاين. فاهم يعني؟ انا ما عملتش حاجه، انا ايه اللي انا عملته؟ فاهم قصدي؟ ولو ما دخلتهوش كوتش هو هيدخل بس كده عافيه ذوق هيدخل. ساعات ايه والله ما قصدي في الكلمه حاجه، مش قصه ريح الزبون عشان بس ما حدش من الناس سامعين يقول لك ده جد بيريح الزبون. لا بس انا قصدي في ايه، في جزء سنه اللي هي تكت البلاسيبو كده، خد يا معلم هي ده اللي انت عايزها، خد يا معلم. فاهم قصدي؟ انت يا محمد عايز توصل للفيلير، انا هديك اخر مجموعه للفيلير. انت عايز توصل مش عارف ايه، انا هديك يا عم خش لي الشيست فلاي مجموعتين دول للفيلير، فيلير لي فيهم بس، وانا كده كده عامل حسابي فيهم. فاهم قصدي؟ لكن الباقي كله انا مامن نفسي ان انا هلعب عده او عدتين قبل. انا بدي لك مثال،
ازاي انك تطوع فكرك مع فكر الرجل اللي قدامك علشان خاطر تخدموا الاثنين على بعض. مشكلة كمان ان الحتة اللي دايما بتكلم عليها ان المجتمع بتاع البادي بيلدينج عموما مفتقر الى العقلانية، يعني ما قليل لما تلاقي حد عقلاني. بص هو مش رأيي مش مجتمع البادي بيلدينج بس، يعني مثلا هو عامة انت بتعمل ريليشن مع الحاجة اللي انت متعود عليها، انت جسمك اتعود على حاجة او انت دماغك تستمت على وضع معين، هتفضل اتاتشد ليه لغاية ما يجي حاجة. ما هي دي قلة عقلانية. ماشي بس طبيعة بشرية، انت متعود انك تعمل مجهود كذا بقى، جاء مثلا على سبيل المثال انت متعود تلعب 25 مجموعة في الكورة مثلا بالظبط، متعود وتظبط اكلك على ده بس ما بتعملش نتائج عادي، بس انت متعود على ده في المطحنة زي ما في الساقية، هيجي حد يحاول يخرجك من الساقية دي، الخروج مش هيبقى سهل. انت منتلي اتاكد انت ال 450 جرام كارب بتوعك مع مش عارف قد ايه بروتين مع ايه الفصل بتاع كام وبرنامج بتاع كام، هو هيجي يعدل لك في جدول التدريب مثلا ايه هيقسم لك الفوليوم ده بالظبط، انت كده حياتك اتغيرت الى حد ما طبيعي، صعب ان انت تخرج من الساقيه بالظبط. ده حقيقي هو زياد بيحاول يقول يعني ان الدماغ البشري يا جماعه بيبقى اتاتشد قوي متعلق قوي بالسيف زون بتاعته، فانا اوريدي جربت النظام اللي انا جربته وجاب معايا نتيجه، فايه اللي يخليني اجرب لو... نظام ثاني وحتى لو جربت حاجه ثانيه وهي جابت معايا نتيجه لا انا خايف اجرب، لا ما انا يمكن العب 3 شهور وما اكونش استفدت اي حاجه بالظبط. لا خايف. بس هنا نيجي لنقطه ثانيه، الجروس او يعني الجروس او انك تكبر في حاجه ما بتجيش غير من انك تطلع بره دايره السيف زون دي بالظبط. تمام، فانت عمرك ما هتتعلم ولا هتاخد خبره وانت في دايرتك السيف زون، ما هي انت في لوب، انت بس بتعيد كل اللي انت عملته، فمنتظر ايه؟ هي نفس النتيجه وهي نفس الحاجه، فعشان تكسر اللوب دي لازم تطلع براها وتشوف دايره ثانيه تجرب حاجه ثانيه. القصه دي فعلا انا بقابلها كتير جدا في قصه الدي لود، يعني تبقى الموضوع وصل زياد وصل مش عايز اقول لك الموضوع وصل لمفاصله، لان طبعا المفاصل ديت يعني كده انت خلاص يا باشا انت كده جبت اخرك اصلا، يعني انت والموضوع مش سهل يا كابتن جندي، الموضوع مش سهل خالص طبعاً. انك تطلع حد بره السيف زون بتاعته او الموضوع صعب جدا والله جدا. فانت انا بكلمك في جزئيه اللعيبه الطبيعيين، ما بالك بقى اللعيبه الغير طبيعي، يعني انا عامل سايكل بتقول لي تعمل دي لود، انا ممكن ادي لك بالبتاع في دماغك قصدي يعني مثلا ده تعامل مختلف يعني. المهم خلينا في الطبيعيين دلوقتي، فانت جت بقى منين البوستات اللي انا بكتبها؟ البوستات اللي انا بكتبها ساعدت كتير جدا 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 في ان هي تغير الفكر بتاع الراجل اللي هيجي لي، فاهم قصدي؟ انا مكلمك قبل كده يا باشا عن الذاكره العضليه، وهو انا مش بكتب البوست من فراغ، يعني انا بكتب البوست من مواقف بتقابلني او من حاجات بتجيلي او القصه زي دي كلها. طب تعالى ده انا لما اريحك اصلا من التمرين خالص مش هتخسر عضلات في اسبوعين، شويه جلايك مش هتخسرهم وخلصت القصه على كده. تمام، تعالى اكتب لك بوست بعد كده عن ان التمرين في البيت يقدر يحقق لك الجين كذا كذا، وانك القصه مش كلها في البتاع، وان العدات اللي كذا قد كذا وديت مش عارف ايه. طيب هكلمك بعد كده ان الدي ترين ممكن يعمل كذا، اكلمك بعد كده ان الدي لود كذا، اكلمك بعد كده ان الالم وحصل مواقف مش عارف لمين من الابطال وكذا. لما بجمع لك سلسله البوستات ديت وانت راجل عمال تقرا مره في الثانيه في الثالثه وتسمع عليا في مره في الثانيه للثالثه، هتبتدي القصه بتاعت المنتر عندك تتغير باسلوب او بشكل ما معين. مش هقول لك يعني الزن على الودان امر من السحر، لا، بس هي الفكره ايه؟ انا بكلمك النهارده عن الديلود، وبكره اكلمك عن الذكرى العضليه، وبعده هكلمك عن خلاص انت هيبتدي يبقى عندك باك جراوند في دماغك. مجرد ما اقول لك احنا بنقلل الاحمال عشان نعمل ديلود، بقى تقريبا 70% من الناس يقولوا لي اه خلاص احنا عارفين يعني ايه الديلود اصلا. هي دي الميزه بتاعت السوشيال ميديا، انك لما بتنشر القصه ديت احنا هنعمل تقليل احمال او ديلود، الموضوع بقى اسهل. ما بين ان انا مثلا سنه 2017 ما كنتش لسه كتبت اي حاجه بقول لواحد انا اعمل ديلود، دي يا ابني انت مجنون يا ابني، ولا انت هتعمل ايه؟ انت عايزني ده انا لسه ده انا اه ايه يعني كوعي بيوجعني ولا كتفي بيوجعني عادي يا عم، فاهم قصدي؟ نو بين نو جين. فدي نقطة مهمة جدا، فدي وظيفتنا كلنا، وظيفة زياد ووظيفة محمد ووظيفة فلان وعلان، وظيفتنا ان احنا مش بقول لك ان احنا بنغير فكر الناس، لا، لكن احنا بتوجه الناس على الاقل للمعلومة الصح.
يا باشا انا بقول لك المعلومه الصح، انت عايز تعملها تطبقها براحتك، او على الاقل اديني قلت لك، او على الاقل تعمل له يعني اكسبوجر، تعرضه لل الله ينور عليك. عايز تقتنع اقتنع، مش عايز تقتنع دي بتاعتك بقى. الله ينور عليك، هي دي هي دي الفكره. انا بعرفك ان في حاجه، تعالى كده من 3 4 سنين كنت اقول لحد فوليوم وشده وتردد وفريكوانسي وديلود وتمارين ومش عارف ايه وزاويه ايه وزا... مفيش حاجه خالص. شيل يا عم الحاج 15 مجموعه لا يعني الناس لو كانت عرفت الابر لور كتر خيرها، بس ما تعرفش حاجه غير الابر لور والبوش بول ليج، هما دول الانظمه الجديده العلميه، ولا علميه ولا بتنجان، فاهم قصدي ايه؟ فيعني ملهاش اي علاقه بالعلم خالص. انا ما اعرفش الناس ليه ربطتها بالقصه دي، لكن ال ال اللي انا كنت بتكلم فيها، والنقطه اللي انا بتكلم فيها، ان احنا لازم توعي الناس بفكر معين او باسلوب معين. ما تجيش عند شخص معين وتحطم له الاصنام، ده هيبقى صعب جدا.